صار كتير ضروري انه نحضر وصفة التشيكن ساب، خصوصا بعد ما طلبتوها كتير منه. اول شي بدنا صدر الدجاج بدون عظم، نشفنا الدجاج ومنقطعه بهاي الطريقة. بقلل الدجاج على نار عالية، بس يبلش ينشف وياخد لون بوطي النار. ضيف عليه شوية ملح، فلفل اسود وقطعة زبدة فقط لا غير. نستمر بعملية تقليب الدجاج ليتغير لونه ويستوي كليا. بالبارت التاني من الشواية رح ادهنها بزبدة وحط عليها خبز السمون او الفرنجة نحنا منقله بعد ما قصيته لقطعتين. هون الدجاج صار جاهز عندي، استوى كليا. نزل عليه الكتير من جبنة الموزاريلا، طبعا بخلي النار هادية لانه بس بدنا الجبنة تدوب. بهيدا الوقت رح حضر الصوص اللي هو عبارة عن مايونيز وصويا صوص. هيك بيصير الصوص جاهز عنا. بعد ما حمصت الخبز رح ادهن عليه من الصوص اللي حضرته. عندي شوية ذرة، الدجاج اللي دوبت على وجه الجبنة، عنا الخس، واخيرا الهالبينو او اثبتكن الكبيس العادة. منسكرها وهيك بتصير جاهزة عنا. وفيكم ما تحمسوا الخبزة وتحضروها بهالطريقة كمان نفس الشي، من اطيب السندويشات يلي بنطلبها بالمطاعم. عدا عن هيك ما بدها كتير مكونات وكتير سريعة بالتحضير، واكيد لازم مع بيبسي. جماعة الدايت انتم مخصكم بالموضوع، كتير طيبة ولذيذة، ضروري تجربوها، وكتير سريعة اهم شي.